السلام عليكم. نبدأ في موديل 3 أو الجزء الثالث عندنا في السي كمبيوتر بروجرامينج بالسي. الشابتر ده نتعلم فيه 3 حاجات: ازاي نعمل قرار باستخدام الكنترول ستراكشر، ازاي نقرر جمل التنفيذ عندنا، ازاي نبني الدول الخاصة بينا، ازاي نستخدم الدول الجاهزة، وازاي نعمل الدول الخاصة بينا. سأل على كده دالة البرنت اف دي دالة جاهزة بنستخدمها. طب احنا ممكن نعمل دالة زيها؟ اه ممكن نعملها ونستخدمها. يبقى 3 حاجات هنستخدمهم النهارده هندرسهم خلال الشابتر ده. هناخد انواع مختلفه من الكونديشن للشروط، وكذلك اللوبس اللي هو التكرار، وكذلك الفانكشن. تعالى نبدا في اول شابتر معانا، شابتر 7، الكونديشن. يعني ايه كونديشن؟ او ممكن تلاقيها مكتوبه سيلكشن ستيتمنت اللي هي جمل الاختيار، او الديسيشن ميكنج اللي هو صناعه القرار. كل الحاجات دي ليها معنى واحد، ان انا بعمل ايه؟ بعمل كنترول للبروجرام فلو بتاعي، بتحكم في البرنامج بتاعي. يعني ايه اتحكم فيه؟ لو عندي جزء معين من الكود عايزاه يتنفذ بناء على شرط معين، او مش عايزاه يتنفذ بناء على حاجه معينه انا هكتبها، يبقى الكونديشن ده انا بحط شرط. لو الشرط ده صحيح يبقى الكود ده هيتنفذ، لو الشرط ده مش صحيح يبقى مش هيتنفذ. عندي بقى نوعين من الكونديشن عندي في الاوت سي. النوع الاول حاجه اسمها اف اتس، والنوع الثاني اسمه ايه؟ سويتش ستيتمنت. الجدول ده طبعا انتوا فاكرين احنا خدنا حاجه اسمها مين؟ اللوجيك اوبريتور. اللوجيك اوبريتور هنستخدمها اكتر بشكل معانا اكتر في الكونديشن. اللي هي مين؟ اللي هي الاند اند، اللي هي علامه الاند دي اللي هي بسميها الاند اوبريتور، ودي الاور، ودي النوت. فاكرين لما اخدنا في الباينري اوبريتور اللي هي اللي بيكون عندي معاملين، زي مثال لما بجمع رقمين او بطرح رقمين، نفس الكلام الاند دي بتتحط بين حاجتين بناء عليها لازم الحاجه اللي على اليمين تبقى زي اللي على الشمال. يعني اللي على اليمين هنا ولا على الشمال لازم يكون الاثنين قيمتهم بترو. لو الاثنين بترو يبقى في الحاله دي الشرط بتاعي هيتنفذ. اللوجيك بقى، اللوجيك عندي اللوجيك اوبريتور والبور اوبريتور، لو حق واحده فيهم ترو يبقى هتنفذ، لو الثانيه خطا مفيش مشكله، يبقى على الاقل واحد يكون عندي شرط متنفذ. طب النوت، النوت ده بينفي. تعالوا ناخد في الكومبايلر هنا مثال، مثلا هقول له مثلا هنا print هعمل هنا int result يساوي، انا هسأل لو الخمسة أكبر من الواحد and end العشرة أكبر من التسعة. طيب أنا دلوقتي عندي ده شرط، بقول له إيه؟ خمسة أكبر من واحد، خمسة أكبر من الواحد؟ أه ده بيبقى القيمة بتاعته كام؟ بترو. يبقى هنا تعالوا أنا هعمل كومنت كده، يبقى أول جزء عندي في الشرط بترو والإند إند. 10 أكبر من 9، ال 10 أكبر من 9 يبقى ترو، يبقى هنا ترو. طالما الطرفين عندي ترو يبقى الجملة في الآخر دي يبقى الريزلت دلوقتي هتساوي كام عندي؟ يبقى هنا الريزلت بترو. طب ترو دي اللي هي عندي بتعادل كام؟ 1. يبقى لو جيت هنا طبقت الريزلت، وقبل الريزلت قلنا لازم نعمل إيه؟ الفورمات بتاعي موديل اس دي. تعالوا كده الرن، انا هنا بصنع ان اس كولون طبع لي ايه؟ 1. طب نفس الجمله دي تعالوا نعمل الجمله دي كومنت كده، وهعمل جمله تانية وهحجز بقى. خليني مثلا اقول الخمسه اقل من الواحد، خمسة أقل من الواحد. طيب الخمسة أقل من الواحد ده إيه؟ فولس. هنا فولس وترو، يبقى الناتج عندي هيبقى إيه يا شباب؟ هيبقى فولس. يبقى أنا دلوقتي في الأند لو الاتنين ترو يبقى ترو، لو واحد فيهم على الأقل فولس هيبقى الناتج عندي فولس. طب الفولس عندي بكام؟ بزيرو.
يبقى كده دلوقتي دوره النيت طبعا لي كام؟ زيرو. نفس الكلام نفس الجمله دي لو كررتها تاني، تعالى احذف لكم ده عشان نعملها تاني مع بعض. هنا دلوقتي هرجع اقول ان خمسه اكبر من، تعالى ارجعها خمسه اصغر من واحد واخلي العشرة أكبر من الحداشر. طيب الجزء ده عندي بكام؟ خمسة أقل من واحد ده true. And العشرة أكبر من الحداشر؟ لا غلط فولس. يبقى دلوقتي إيه؟ أنا عندي true وفولس، يبقى أنا عندي في الآن لازم يكون اتنين true. يبقى في الحالة دلوقتي النتيجة بتاعتي هتكون إيه؟ فولس. يبقى الريزلت عندي كام يا شباب؟ فولس. لو جيت اطبعها بقى عندي يعني هيكون رقميها بالطبيعة كام؟ بزيرو. يبقى دلوقتي الريزلت عندي تبقى بكام؟ بزيرو. يبقى عندي بكام؟ بزيرو. نفس الكلام لو تعالوا بقى الاور، الاور بقى تعالى ركز نفسك، يبقى ده كان مين؟ ده كانت مين؟ الاد. تعالى ناخد الجملة دي نبدأ بقى نعمل الجور. تعالوا بقى الجور بعمل ازاي الجور؟ احنا تعالى افتح لكم الكيبورد كده واوريكم بنعمل ازاي الجور. هي الكيبورد معايا دلوقتي، عايزه احذف ده، احذفه كده من دي العادي. طيب انا هنا بقول دي 10، عايزه اكتب الاند. الاند عندي بضغط على شيفت والعلامه دي اللي جنب ده، شيفت العلامه دي. طيب انا عملت واحده بس المفروض يكون عندي اثنين، بعمل شيفت والعلامه دي اهو، يبقى دلوقتي دي علامه مين؟ الاند. طيب علامه الاور نفس الكلام، علامه الاند قصدي شيفت سبعه، شيفت سبعه، شيفت. شايفين انا عملت شيفت ظهر لي الكيبورد الحاجات اللي فوق هي اوضح، يبقى دي علامه الاور كده الاند عرفنا نكتبها، ودي علامه مين؟ الاور. تعالى احذف الاند بقى، الاور بقى الاور لو واحد على الاقل من الطرفين ترو، يبقى في الحاله دي هيبقى الشرط عندي، يبقى هي الناتج عندي ترو. يبقى لازم اللي على اليمين او على الشمال يكون واحد فيهم ترو عشان عندي يكون اطلع بترو. طب لو الاثنين فولس يبقى في الحاله دي كله ايه؟ فولس. نفس الكلام هنا في الاند، لو الاثنين بفولس يبقى الناتج عندي فولس. يبقى دلوقتي في ترو في الاند دي عشان يبقى الناتج عندي بترو لازم اللي على اليمين وعلى الشمال يكون قيمتهم بترو. في الاور بقى عشان يطلع الناتج عندي بترو لازم يكون اللي على الناحيه دي اليمين او من على الشمال اي واحد فيهم بترو. يعني لو اثنين بترو عادي، لو واحد فيهم بس عادي، لو غير لو الاثنين بفولس يبقى فولس. يبقى هنا دلوقتي تعالوا كده نعملها تست مع بعض. خمسه اكبر من واحد، خمسه اكبر من واحد ترو، لا فولس ترو. خمسة أكبر من واحد ترو. طيب اند اند اور اور أقصد اور، عشرة أكبر من تسعة، عشرة أكبر من تسعة ترو. يبقى الناتج عندي هيبقى بكام؟ بترو. الريزلت بتبقى عندي بكام؟ بواحد. طيب لو جيت هنا حش التسعة دي وخليتها 11، 10 أكبر من 11، 10 أكبر من 11 فولس.
طيب انا دلوقتي اليمين ترو والشمال فوز، بس عندي على الاقل في الطرف واحد من الطرفين ترو، يبقى الناتج عندي هيبقى كام؟ ترو. يبقى دلوقتي الريزلت عندي هيبقى بكام؟ بترو، اللي هي بكام؟ بواحد. الاند بقى، الاند بقى بنفي الحاجة، بنفي الحاجة. تعالوا بقى ناخد الاند، نفس الجملة دي، اخد بس الجملة دي، الجملة دي طلعت معانا في الاخر بكام؟ بترو. تعالوا بقى انا عايزة اطبعها ان هي تكون بفولس، يبقى هناخد مين؟ النوت. النوت بكتبها ازاي مع كيبورد؟ شايفين العلامة دي؟ يبقى شيف نوت. يبقى دلوقتي اكتبها لكم تاني. دلوقتي انا الجملة دي عندي بترو، احطها بين اقواس كده، عايزة انفي الكلام ده، عايزة بقى لما هو بترو هيبقى في الاخر يطبع لي اللي هو الكلام ده بفولس. اكتب منين؟ شيفت نوت. شايفين؟ اكتبها هنا بس هي برضه بتكتب معايا، اكتبها هنا عندي مش نوت، ادي النوت، ادي النوت اهي. يبقى الكلام ده كان عندي ترو، نوت بقى هتنفيه، هترجحه لي ان هو كان بفولس، اللي هو كانه كان زيرو. طبعت لي كام؟ زيرو. دي كانت من اللوجيك ايه؟ اوكي. تعالوا بقى نكمل في الاف. اول حاجه عندنا الاف، جمله بقى اف، يبقى هنا فهمنا الترو والفولس مع الاند والاور والنوت. تعالوا بقى ناخد اول حاجه عندنا سيمبل كون الاف،